طب انت دايما على طول يا مروه بتميلي للديزاينز اللي سنه بتبقى واسعه، هل ده اللاين وفكرك، ولا هل انت عشان برضو عايزه اللبس ده يناسب لو واحده محتشمه او محجبه، ولا ده فكرك؟ بصي، هو احنا معظم لبسنا فري سايز، فالفري سايز دايما هتلاقيه اخد ستايل الواسع. مش هقول لك عشان كده، لا، علشان يبقى مريح طبعا اكيد، وهو طلع موضة شوية برضو الفترة دي موضوع الأوفر سايز ده، وبيبقى ليه شكل لذيذ يعني. بيبقى ليه شكل لذيذ وممكن يناسب بقى الناس المليانة شوية، مع الرفيعين بيبقى لذيذ جدا، مع الرفيعين على الدخان على الكبار على الصغيرين على المحجبات، فبنراضي بقى كل الناس يعني. طيب ايه رأيك نشوف أول جزء من العرض؟ هنشوفه مع بعض. يجننوا يا مروه حبيبتي، بجد يجننوا. تكلمينا بقى الاولاني ده البيزك ده شروال. الشروال دول انا بموت فيهم، مريحين جدا، مريحين قوي فعلا. بصي، هتلاقي كله اخد برضو طابع البوهو، يعني فاهمه، هتلاقي طابع البوهو طالع على نفس اللبس. والكارديجنز دول انا يعني كتان كله سستينبل بقى كده. احنا بنحب الحاجات الطبيعي، يعني دايما البوهيمي تحسيه لازم يبقى فيه تاتش الطبيعي كده، فانا دايما بستخدم كتان في اللبس بتاعي. اوكي، بقى الكتان اللي عرضتيه دلوقتي ده مشغول كمان، ولا هي القماشه كده؟ لا، ده عليه شغل من ورا. معظم برضو اللبس عندي بديله تطريز، بديله شغل كده، حاجه تديله يعني قيمه. بس انت دايما بتحبي ان في الكولكشن بتاعك يبقى فيه حاجات كتان، صح؟ ده اساسي. أوكي. ده اساسي. طب هل الكتان كقماشه سهل التعامل معاه؟ لان بحس الكتان اي كتان البسه يتكرمش. لان انواع يا امي. اوكي، في انواع كتير. في بقى النوع اللي هو الطبيعي قوي قوي ده بيتكرمش. وفي نوع اللي هو كتان داخل له قطن. أوكي. ده زي اللي طلع اول مره، اول واحد ده. واللي طلع التاني برضو. الكتان اللي في الظهر ده كتان مشغول، بس كتان اتقل شويه. أوكي. فهو انواع كتير قوي كتان، بس انهي بيبقى احلى واحد؟ انا بحب الكتان القطن علشان ما يقعدش يتكرمش، بحبه لانه ما بيتكرمش بسرعه. هو بيتكرمش بس مش الكرمش اللي هو مجرد ما تقعدي يتكرمش، وطري على الجسم جدا. في الحر بيبقى يجنن. فانا بحبه بصراحه، بستعمله اكتر في لبسي. وانا عاجبني جدا جدا اول طلع، لان حاسه انا نفسي كل المحجبات تبقى الشكل ده. اي ستايل بجد، ستايل في ستايل. يعني انت شاطره انك بتعرفي تعملي حجاب وبيكون فيه، علشان المحجبه ما تحسش ان هي لابسه لبس يعني مش حلو، او شكلها مش لذيذ. فاحنا بنحاول
يعني نظبط لها الستايل ده يعني. طب والالوان اللي انت مختاراه للديزاينز بتاعتك السنه دي ايه؟ بصي انا عاده من اول سيزون الصيف بنعمل تو كولكشنز. اول كولكشن دايما بحب النودز، بيج وايت بلاك. تاني كولكشن بيبقى بقى ايه ساحل شويه، فبحب الالوان كولرز. بشوف بقى الالوان مثلا طالعه موضه، الفوشيا، البينك، بس انا بميل للالوان الهاديه شويه. انت الموضه مش بتاثر عليكي؟ لا لا خالص خالص. يعني انت بصي بتقولي بحسك اكتر اللي الناس محتاجاه ايه. انت شايفه الناس محتاجه ده، الناس محتاجه ده.